بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الفيديو رقم 12 و chapter 3, وإن شاء الله في هذا الفيديو راح نحل مثال رقم 3.10 في الكتاب. طبعا هذا المثال actually احنا حلنا مثال مشابه له جدا في discrete time Fourier series. ولو تذكرون احنا عرفنا ايش هي الامبلس ترين. الامبلس ترين هي عبارة عن امبلس فانكشن, وهذه الامبلس فانكشن هي عبارة عنها فانكشن تكرر نفسها كل certain amount of time, بمعنى انها periodic signal. لما حلينا هذا المثال وجدنا انه هذه السيجنال actually في التايم دومين ما كانت تعطيني يعني معلومات كثيرة. فلما اخذت هذه السيجنال وحولتها من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين, اكتشفت انه هذه السيجنال مليئة بالمعلومات, بل اني اطلقت على هذه السيجنال the richest signal in the world. طبعا في هذا المثال راح نعيد حل هذه السيجنال, ولكن راح نحلها في الكونتينيوس تايم. المثال يقول determine the Fourier series coefficient for the signal defined by, ومعطيك السيجنال الموجودة هنا في الكونتينيوس تايم. طبعا هو معلمني يعني هو محدد لي استخدام الفورير سيريس, ولكن لو كنت انا ما اعرف ايش هي هذه السيجنال, فزي ما كنا متعودين قبل في الديسكريت تايم كنت اتاكد انه هذه السيجنال هي كونتينيوس سيجنال. هذا اول كونديشن, والكونديشن الثاني اللي اشيك عليه انه اتاكد انه هذه السيجنال هي عباره عن بيريوديك سيجنال. فتعالوا خلينا نشيك على هذول الاثنين هنا. هو انا عارف ان هي فورير سيريس, ففشور انها بتكون بيريوديك, ولكن انا اتكلم انا لو ما كنت عارف اصلا السيجنال ايش هي. في هذه الحالة لما يكون عندي سيجنال بهذا الشكل, يعني في حال في شكل سميشن, فأفضل طريقة إنه أنا أرسم السيجنال وأتخيل شكلها. خلونا نرسم السيجنال هذه. السيجنال هذه هي امبلس سيجنال. طبعا لو تلاحظون أنا عندي السيجنال هي عبارة سميشن from minus infinity to infinity لبلس سيجنال ولا دايركت دلتا فانكشن, قاعد تكرر نفسها كل certain amount of time. فخلونا نرسمها. لو كان ال بزيرو, فاكشلي راح يكون عندي هنا عند المحور هنا عند الزيرو راح يكون عندي impulse signal at the origin going to infinity, طبعا في الكونتينيوس تايم. وبعد كذا لو كان ال ب1 راح تكون عندي هنا عند الفور. ولو كملت ورسمت هذا السيجنال راح تجدون انه هذه السيجنال اكشلي هي periodic signal وتكرر نفسها كل certain amount of time, والفندمنتال تايم راح يكون هو عبارة عن equal 4. طبعا بإمكانكم تعيدون حل هذا المثال وتتأكدون من الموضوع. الآن خلونا نحسب الفندمنتال فريكوانسي. الفندمنتال فريكوانسي راح يكون 2 باي over 2, سوري التي عندي كان 4, فبيكون 2 باي over 4, وبالتالي راح يكون عندي باي over 2. إذا أنا أوجدت الفريكوانسي الفندمنتال فريكوانسي وعرفت الفندمنتال بيريد وأتأكدت إنه هذه السيجنال اللي هي الإمبلس ترين بس في الكونتينيوس تايم. فخلونا الآن نستخدم القانون. إحنا راح نحول السيجنال هذه إلى الفريكوانسي دومين. طيب النوتس اللي أخذناها قبل قلنا لما يكون عندي سيجنال بريودك ففور شور إنه هذه السيجنال في الفريكوانسي دومين راح تكون ديسكريت. الآن القانون هو عبارة عن 1 over الفندمنتال period of time over 1 period, يعني راح أكامل over 1 period x of t للسيجنال الموجودة عندي e في minus j k omega not t. طيب خلونا احنا نعوض ال x of k راح يكون equal الفندمنتال تايم هو كان 1 over 4 والانتجريشن over 1 period. الان انا حدود الانتجريشن عندي المفروض تكون 1 period, يعني انا لو كملت من 0 الى 4 actually هذا عندي 1 period, او لو اني كملت من minus 4 الى 0, المهم ان انا اختار 1 period. لكن انا راح اختار من minus 2 الى 2 لسبب انه انا الآن كملت over one period, وأنا عارف إنه أصلاً في كل ال period ما عندي إلا impulse signal واحدة, فراح أكامل من minus 2 إلى 2, وال x of t موجودة عندي كانت هي عبارة عن إنه signal d of t minus 4 l مضروبة في e minus j k. الأوميجا نوت عندي كانت by over 4 by over 2 t with respect to dt. طيب الآن لو تلاحظون خلال هذه الفترة من minus 2 إلى 2 أنا ما عندي إلا signal واحدة, يعني أنا ما عندي إلا impulse signal واحدة عند 0.
فبالتالي أنا لو عوضت بالتي هذا بزيرو، فاللي راح يكون عندي كالآتي: الانتجريشن راح يكون انتجريشن from minus 2 to 2، راح يكون عندي دلتا فانكشن اوكي في اي اوس تي بزيرو الى 2 تي بزيرو. طبعا انا اللي سويته التالي، انه انا اوفر ال1 بيريد الموجوده عندي اصلا من minus 2 الى 2 ما عندي اصلا قيمه للفانكشن، يعني الفانكشن هذا الموجوده عندي قاعد تعطيني بلس امبلس سوري عند الزيرو، فعوضت بالتي هنا بزيرو، يعني عوضت بالتي هنا بزيرو، وانا عارف انه لو في خلال السميشن هذا ال راح تكون زيرو، فاخذتها دلتا تي، يعني هي راح تكون ات ذا اوريجن. الان اي اس زيرو هذا ب1، فاللي راح يكون عندي 1 اوفر 4 فروم ماينس 2 تو 2 للدلتا للامبلس فانكشن الموجوده عندي. طيب الان هذا التكامل لو تذكرون من تعريف الامبلس فانكشن، احنا كنا نقول انه الامبلس فانكشن الانتجريشن اوفر الامبلس فانكشن هو ايكوال 1، فبالتالي هذا الانتجريشن كله اكشلي راح يعطيني 1، اذا النتيجه اللي راح تكون موجوده عندي لهذا الانتجريشن راح يكون 4. طيب الان لو حبيت ارسم هذه الامبلس ترين في الفريكوانسي دومين، فاكشلي راح يكون موجود عندي الاتي: راح يكون عندي سيجنال بهذا الشكل، هنا راح يكون عندي الكي، وهنا راح يكون عندي اكس اوف كي، واللي راح يصير انه هذه السيجنال راح تعطيني دائما 1 اوفر 4، يعني ات الزيرو راح تكون طبعا هي راح تكون ديسكريت في الديسكريت تايم 1 اوفر 4 عند ال1، 1 اوفر 4 عند ال2، 1 اوفر 4 عند ال3، 1 اوفر 4 1 2 3 وراح تكمل. ونفس الحكايه راح يكون عندي عند الماينس 1 1 اوفر 4 وعند الماينس 2 1 اوفر 4. اذا زي ما تلاحظون السيجنال جدا غنيه وقاعد تعطيني معلومات عند كل كونتنت، يعني السبيكترم اوف ذس فانكشن كان ريتش وقاعد يعطيني معلومات everywhere. فبالتالي نفس الحكاية أنا أقدر أطلق على هذه السيجنال the richest signal in the world. طبعا بإمكاني أوجد الفيز لهذا السيجنال، ما عندي أي مشكلة، لكن الآن اللي نبغى نوصل له من حلنا لهذا المثال أنه الامبلس ترين كيف أنه هذه السيجنال كان شكلها في الامبلس ترين. يعني تعالوا خلنا نشوف هنا، لو تلاحظون هنا في الامبلس ترين هذا السيجنال لما رسمتها في التايم دومين، السيجنال مش قاعد تعطيني معلومات كثيرة، لكن لما جيت واخذتها ورحت فيها للفريكوانسي دومين اللي صار ان انا الكونتنت اوف ذيس فانكشن كان فيري ريتش، واطلقنا عليها برضو ذا ريتشست سيجنال. شوفوا عند كل كونتنت هنا قاعد يعطيني معلومات، فبالتالي هذا هو الهدف من حل هذا المثال. انا نبغى نوضح انه الفوريير سيريس انه فعلا مهم، لانه احيانا في التايم دومين يكون عندك معلومات ما تقدر تشوفها لما تحولها في فريكوانسي دومين. فهذا هو الهدف من حل مثال. راح نروح الى المثال اللي بعده، وتقريبا احنا قاعدين نمشي بنفس السيكونس اللي مشينا فيه في الديسكريت تايم الى نهايه البارت 1 من هذا السكشن ان شاء الله من شابتر 3. احنا شابتر 3 راح يكون عندنا بارت 1 وبارت 2، فالبارت 1 في الغالب راح نحل فيه امثله باستخدام المعادلات. ف ننتقل الى المثال اللي بعده، وتقريبا نفس السيكونس، انه راح اتكلم على solving question by continuous time Fourier series اللي هو by inspection. ننتقل الى المثال اللي بعده، نراكم في الفيديو رقم 13 بمشيئة الله.